كم المدة اللي احتاجها علشان تبان عليا نتائج التمرين في الجيم؟ انا هكلمك بحكم خبرتي وتجاربي على نفسي وتجاربي مع المتدربين معايا اونلاين او شخصي. هديك وقت متوسط اخر الفيديو، بس الاول لازم افهمك ان استجابة الاجسام بتختلف باختلاف الجينات. في ناس جيناتها ضعيفة وفي ناس جيناتها قوية، الاتنين بيشوفوا نتائج بس الوقت بيختلف. نسبة دهونك، اكيد لو البادي ماس اندكس عندك عالي او عندك سمنة مفرطة وزنك فوق 130 يعني، ظهور عضلاتك مش هيكون بنفس سرعة شخص وزنه 60 كيلو. نسبة الدهون بينكم هتفرق. التمرين، شخص محافظ على الفوليوم وبيعمل بروجريسيف اوفرلود وماشي على برنامج تدريبي واضح، غير شخص بيتمرن على عماها، النظام الغذائي ومدى الالتزام بيه. بتمشي على سطر وتسيب سطر ولا ملتزم التزام تام؟ لو قلنا انك متوسط في كل الحاجات اللي فاتت، سواء كانت جينات او التزام بالتمرين او التزام بالتغذيه او نسبه دهونك في المتوسط، في خلال 3 او 6 شهور هتشوف فرق.